هذا الأسبوع سيكون الصوت الثائر الفلسطيني محمد عادل وائل البسيوني، محمد البسيوني، وهو الطفل الفلسطيني الذي اشتهر بأداء أغاني للجزائر. يعني 1 نوفمبر فاتح نوفمبر يغني للثورة، 5 جويلية يغني لعيد الاستقلال، المنتخب الوطني يفوز في مباريات كرة القدم فتجد محمد البسيوني يؤدي أغنية للفريق الوطني، أعاد يحيى ولد بلادي نتاع الشيخ رابح درياسة رحمه الله، وأعاد أغاني كثيرة، الطيارة الزرقاء والطيارة الصفراء عذرا، وأعاد كثير من الأغاني الوطنية والثورية، وكانت دائما يعيدها بحماسة شديدة وتشهد إقبالا كبيرا. محمد البسيوني سيكون في الجزائر بدعوة من المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء. من ضمن الأغاني اللي أعادها يحيى ولاد بلادي، بلك نسمعوا منها مقطع قبل ما يلتحق ضيفي. يحيى ولد بلادي أعادها محمد البسيوني، طبعا رائعة رابح درياسة، الأستاذ رابح درياسة رحمه الله. فالطفل الفلسطيني محمد البسيوني هذا الشبل سيكون في جولة فنية كما قلت بمناسبة ستينية الاستقلال، ومعنا عبر الهاتف الجهة التي قامت بتوجيه الدعوة له، معنا الدكتور سي حمدي بركاتي وهو عضو المكتب الوطني بالمنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء. دكتور بركاتي مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير لك أستاذ قادة، مساء الخير لكل سادة مشاهدي قناة الشروق، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك. سعيد جدا بأن أكون أنا أسعد ضيفك. أنا أسعد أنا أسعد. طيب دكتور، سعادتي كبيرة طبعا أن أكون معكم، أن أنزل ضيفا معكم في هذا اللقاء المسائي. يعطيك الصحة دكتور. إذن ما يعني لماذا اختيار محمد البسيوني، ويعني أيضا ما جديد هذه الجولة الفنية التي ستكون في الجزائر حسب طبعا الإعلان أو الصورة التي تظهر على الشاشة؟ تفضل دكتور. شكرا جزيلا. بطبيعة الحال قبل أن نمر لكم إلى الحديث عن اختيارنا لهذا الشبل محمد وائل البسيوني و اقترانه ومجيئه طبعا مقترن بالاحتفالات المخلدة لذكرى 60 الاستقلال، دعني أقول لك بأن المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء في شقها الثاني من عنوانها الذي يحيل مباشرة إلى اهتمام بالذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء. من هم المخاطبون برسالة الشهداء؟ بطبيعة الحال هم الجيل الجديد، جيل الاستقلال الذي يجب أن نوصل لهم رسالة الشهداء، رسالة الثورة، رسالة الذاكرة صافية نقية. بطبيعة الحال سنعتمد في إيصال هذه الرسالة كل السبل وكل الوسائل المتاحة. من بين هذه السبل والوسائل المتاحة التي تشتغل عليها المنظمة طيلة السنوات السابقة هي رسالة الفن والإبداع، لأننا نعيش اليوم طبعا عصر الصورة وعصر الكلمة وعصر النغمة وعصر الإبداع في ظل الانفتاح الكبير جدا لوسائل التواصل الاجتماعي وصناعات المحتوى بطبعة الفنية أقصد بذلك حتى لا نذهب بعيدا. ارتأت المنظمة الوطنية المحافظة الذاكرة في هذه المرة أن تحتفل بستينية الاستقلال فنيا إجازة التعبير والقول. بطبيعة الحال الساحة الفنية الجزائرية زاخرة بالأسماء الفنية الكبيرة، أقصد الكبيرة في السن يعني في العمر، ولكن الذين يصنعون محتوى فني كأشبال وأطفال صغار ربما هم قليلون. فانتبهنا وكما انتبه كثير من الجزائريين إلى صوت قادم من هناك من فلسطين الحبيبة، هذا الصوت القوي جدا الذي قدم للجزائر لحد الآن أغاني، وأعاد طبعا توزيع بعض الأغاني التي هي أغاني بالنسبة للذائقة الفنية الجزائرية، ولقت نجاحا كبيرا. طبعا لقت نجاحا كبيرا مثل ما تفضلت من الآن بالمقطع اللي يحيى ولاد بلادي، وله كثير من الكليبات التي أهداها بالنسبة للشعب الجزائري. ولذلك هذه المرة أردنا أن تكون
الوجهة كما ذكرت الاحتفال في شقه الفني واختيار هذا الشبل، يعني اختيار الفترة. مميز لصوت مميز لم يمنعه صغر سنه من أن يبلغ رسالة الحب الموجودة ما بين الشعبين الفلسطيني والجزائري. دكتور، ما هي تفاصيل الجولة الفنية أيضا؟ ربما الجمهور يريد أن يعرف تفاصيل هذه الجولة، متى ستبدأ، هل تم التخطيط لكل الولايات، كم من ولاية سيزورها محمد البسيوني؟ صحيح، أكيد الآن عندما نزلنا يعني لافيش الخاص بهذه اليوم فقط الخاص بهذه الجولة الفنية على مستوى التعليقات في السوشيال ميديا في فيسبوك وغيرها، الآن كثير من الناس يريدون أن يطلبون وائل البسيوني أن يزور ولايتهم وأن تحيي المنظمة حفلة في ولايتهم، ولكن طبعا هذا الشيء لا أكيد، لأنه توقيت زمني وهو 27 يوم فقط لا يكفي في إحياء حفلات في الجزائر التي هي بحجم القارة، ولذلك سنكتفي بتوزيع جغرافي عبر ولايات الوطن. أكيد ستكون الحفلة الأولى هنا بالجزائر العاصمة، ستكون نحن في اتصالات مع بعض المؤسسات الثقافية التي مختصة في تنظيم هذه الحفلات من أجل متى تم تحديد التاريخ دكتور؟ طبعا البداية ستكون الحفلة الأولى ستكون في يوم 10 من شهر أوت، 10 أوت بالجزائر العاصمة. 10 أوت بالجزائر العاصمة، نحن نشتغل على تحضير حفل يكون حفل يعني بمقاييس، وحفل سيكون خرافي. تم تحديد المكان والقود. تم الاتفاق على المكان؟ والله لحد الآن ربما يعني فيه اتصالات مع مؤسسات ثقافية يعني بين قوسين يعني، ونحن اقترحنا هذا أن تكون ممكن في صابلات، لأن صابلات سيكون طيب. طيب نترك المكان جزائرية. سنخبر به المشاهدين ريثما يتحدد. زيادة على العاصمة، ما هي الولايات الأخرى؟ بطبيعة الحال الآن نحن ثم بعد ذلك اخترنا ثلاث ولاية، بعض الولايات في الشرق، في أقصى الشرق ممكن ولاية عنابة، ولاية سطيف، ولاية المسيلة، ولاية سكيكدة، وأيضا ولاية مستغانم في الغرب، وولاية ولاية غليزان، وأيضا ولاية واد سوف، وولاية بشار، وأيضا ممكن احتمال كبير أن تكون ولاية ورقلة. ما شاء الله، يعني أنا نحكيه على حوالي 7-8 ولايات أو أكثر. نعم 8 ولايات، بطبعا مراعاة للتوزع الجغرافي للجزائر، يعني بالتوازن ما بين الشرق الوسط والغرب وأيضا الجنوب الغربي والجنوب الشرقي، لذلك على الأقل ستكون جولة فنية يحييها الشبل طبعا، وأكيد ستكون الحضور والإعلانات وأيضا مرافقتكم أنتم شروق يعني، وسيكون فيها مفاجآت حسب ما علمت من طرف محمد البسيوني. بطبيعة الحال ستكون مفاجآت، ممكن أن ندع هذه المفاجآت ممكن إلى لقاء قادم معكم طبعا. لا نقول كل شيء صحيح. بطبيعة الحال فيه مفاجآت قوية جدا الآن، وكانت هذه المفاجآت هي مخصصة للاحتفال في الجزائر، وطبعا وائل البسيوني كانت له محاولات يعني سابقة لدخول الجزائر، ولكن كان ظروف الكورونا وغير الكورونا ولغير ذلك، ولكن كان اجتهاد منا كمنظمة لتحقيق حلم وأمنية وائل البسيوني منذ كان صغيرا في عمره 6-7 سنوات، كان يغني للجزائر، والآن في عمره حوالي 14 سنة طيلة مسار 7 سنوات وهو يقدم للجزائر ويتغنى للجزائر ويمني النفس ويحلم ويأمل بأن يزور الجزائر. فمرحبا. نحن لم نريد أن نترك حلمه على الأرض. صحيح. وأمله على الأرض، فحمد لله يعني بفضل إن شاء الله بفضل. سوف يكون هنالك استقبال يليق بهذا الشبل، وأيضا بوالده محمد البسيوني سيكون في الجزائر اعتبارا من هذا الأسبوع، والحفلات ستبدأ من 10 أوت بالجزائر العاصمة. أكيد البرنامج وتفاصيله سيكون عبر الشروق وعبر كلام مباشر. يعطيك صحة دكتور سي حمدي بركاتي، عضو المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء، على هذا الاتصال وعلى هذه المعلومات، شكرا جزيلا. وهكذا نختم مشاهدينا الأعزاء برنامج كلام مباشر، بيحيا ولاد بلادي ويحيا ولاد بلادي شنانة في الحسين، التقي عزيزي.